السلام عليكم حبيباتي الزينات، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وبصحه جيده يا رب. اليوم جيتكم بوصفه تاع جاتو تاع لي سيجار ولا الحلوى، احنا نقولوا لها جاتو. ان شاء الله يا رب تعجبكم، باسكو فريمون بنينه بزاف، سورتو اللي ما يحبوش هذاك الجاتو اللي يجي شايح، يحبوه يعني يكون محشي. هذا الجاتو ليكم فريمون راح يساعدكم. بون، في لاغوسات نتاعنا عندي زوج مغارف كبار تاع زبده، ويعني الزبدة لازم تكونوا جبتوها على الأقل 3 سوايع من قبل باه تساعدكم في الخدمة، سينو يعني ما راحش تساعدكم وراح تعبكم بزاف في الخدمة تاعها. وأول حاجة حبيباتي اللي تبدأوا بها تقعدوا تخدموا، تبدأوا بالزوج مغارف تاع الزبدة اللي قلت لكم عليهم، مع نص كاس تاع سكر أرطب يعني سكر غلاس. هذوك هما يعني تبقاو تخلطوا فيهم مليح حتى تحسوهم يعني ولاو جوغ ميلونج مع بعضهم. تبداو تحطوا البيضه والزيت، يعني لازم تعطيهم وقت في الخدمه، تخدموهم مليح باه يجيكم الكاتو تاعكم يدوب في الفم. زدت عليها بيضه كامله ولافامني ورشه تاع الملح ومغرف كبيره تاع الزيت، ونخلطهم كامل بالباتور. اللي ما عندهاش الباتور تخلط بالفوي. دونك حبيبتي، بعد ما خدمت كامل لي زانغريديون من بعضهم، حطيت الكاس الاول تاع الفارينه. شوفوا ما تعجنوهاش، لموا غير بصوابع يديكم فرات. لو كان تعجنوها لاباتاكم راح تسيب لكم هذيك الزبده كامل، يعني راح تطلق روحها والكاتو تاعكم ما راحش يجيكم مليح. لموا غير بصوابعكم، كي تحسوها بدات تتلم وطرية يعني مش يابسه، سي بون تحبسوا. انا بخاص خدت لي كاس ونص تاع الفارينه، وديما كيما نقول لكم كل فارينه وكيفاش. دونك بعد ما كملت لميت العجينه تاعي، غطيتها في الماليمونتير وخليتها ترتاح قيس غير 10 دقائق، وبديت ديريكتومون نخدم بها. هنايا لازم تخدموا بالفيلم اليمونتير البنات باش ما تلصق لكمش العجينه، وراح تساعدكم في الخدمه. يعني هنايا لازم تخدموا به. حطيت قسمتها على زوج، بديت بالبارتي الاولى خدمتها ومن بعد نكملت الثانيه. شوفوا حبيباتي فريمون والله هاد لي سيجار يعني تبعوا طريقه برك كيفاش راني نخدم، وان شاء الله كامل تخدموهم حولكم. ان شاء الله هاد العيد تكونوا كامل خدمتو ونسحين معاكم. شوفوا اخي تعرفوهم بس ما مش كامل غاليين متواجدين. شوفوا كي قسمت هذاك الطرف من الطرف هذاك، وما ديروش لي سيجار يعني كامل، خرجوا هذاك المول على الطرف تاع العجينه، ما ديرتكيلوش كامل سيجار باه من بعد كي شوفوا كي تدوروا عليه العجينه ما يجيكمش مقفول منه ملا. جيسبر تكونوا فهمتوني. دوك نزيد نعاود معاكم وحده، وشوف لازم تكونوا قفلتوا على الحبه مليح. شفتوا هذيك اللي تكونوا قصيتوا منها، هذيك لازم تلصقوها مليح في العجينه باش من بعد كي تعود تطيب ما تحلكمش في المول، باسكو من بعد راح تروح المول في جهه والعجينه في جهه. يعني لازم تغلقوها مليح وتعاودوا ترولي غير هكا برك بيديكم باش ما تبقاش هذيك لاتخاس تاع صوابعكم، وتقفل مليح باش ما تحلكمش في الفور حبيباتي. وهنا يعني راني تعمدت نجرب لكم وحده يعني تكون معمره في كامل لومول. شوفوا هنايا سهله، غير تقصي في ليكوتي حبيبتي تنحيهم وانت فريتيها، يعني ما كان حتى حاجه صعيبه، يعني فريمون يعني لازم شويه برك تركيز وانتم ما درتوها. وهذا هو راني كملت الحبات تاعي، نحطهم يطيبوا ونزيد نكمل الاخرين. شوفوا كيفاش جا الشكل تاعهم، يعني ما كانش لاتخاس تاع صوابع، متحوفين مخدومين وماشي خشان. ودوكا حبيباتي انا بعد ما حطيتهم يطيبوا راح نخدم معاكم نسلي كراميل باه نخدم به لافارس تاعي. هنايا حطيت الكاس تاع السكر نخليه فوق النار حتى جوغ كراميل هكا، يعني يدوب هذاك السكر وتبدل لاكولور تاعو. ومن بعد نكمل نحط عليه الكاس الاول تاع الحليب. الحليب لازم يكون سخون البنات، فهمتوا؟ وهنايا عندكم بالك وجهكم ولا تحرقوا. شوفوا بعد ما حطيت الكاس الاول راح نزيد نص الكاس الثاني، ونبقى نحرك غير بشويه ونقص النار، ما تقويوش باش ما يتحرق لكمش السكر تاعكم. وتاني ماذا بيكم متحركوا بهذه المغرف تاع العود ولا طلح طب، ما ديروش هذيك تاع بيناكلو بها نو، راح تلصق لكم في السكر، ديروا بهذه تاع الحطب. من بعد زدت حطيت مغرف كبيره تاع الزبده ونقصت عليها النار. وهنايا باش نخطر النسلي تاعي نحط مغرف كبيره تاع انشا ونزيد عليها نص الكاس تاع الحليب اللي بقالي.
يعني كلش كلش زوز كيسان حليب معمرين، ويكون سخون لبنات الحليب، لازم كي تحطوه على هذاك السكر يكون الحليب تاعكم سخون. هنا نحلو هذيك النشا في الحليب، ومن بعد نزيدوه في الكاسرونه هذيك تاع النسلي. يعني كيما قلت لكم كلش كلش زوز كيسان تاع الحليب حطيت في الكاسرونه، كاس ونص تاع الحليب والنص اللي بقالي حطيت فيه نشا، هذا ما كان، ونخليه يبرد. نتفرغه في هكا في بواطة تاع القزاز، تخليوه يبرد وتخدموا به. اي بور لا فارس حبيباتي، هنا عندي كاس تاع انواع كوكو، جوز الهند، نزيد عليهم هذه لابوس صغيره تاع حلوه الترك، ونلمها كامل بالنسلي هذا اللي كنت خدمته معاكم، نخلطهم كامل مع بعضهم. وهنا يا حبيباتي يعني الحشو اختياري، تحبوا ديروا الكاوكاو، تحبوا ديروا يعني واش حبيتوا ديروا. انا هنا حبيت نعمل لكم يعني وصفه اقتصاديه، سي بور صدرت لكم جوز الهند، ولكن حبيتوا ديروا كما قلت لكم كاوكاو، تحبوا اللوز، تحبوا كيما تحبوا، يعني لا فارس اختياري. هنايا لميت بالنسلي، من بعد زدت مغرف كبيره تاع العسل، يعني اللي ما يحبش الحلاوه ما يحطش، انا زدت مغرف كبيره تاع العسل بتعدل لي كامل لوغو، باسكو ما كترتش في لاباط السكر، فهجيني كلش يعني مريقل، ما يجي حلوه بزاف ما تجي ناقصه سكر. وهذا هو حبيباتي الشكل تاع لي سيغار تاعي بعد ما طابو، شوفوا كيفاش جاو، ما تكسروا ما والو، يعني تبغوا غير الطريقه اللي نعطيكم بها وراح تنجح لكم. بعد ما كملت هذيك لافارس حطيتها في ان بوش، ونعمر بها لي سيغار تاعي. هنايا كي تعودوا تعمروا البنات ما يعني ما تزربوش تعمروا بزاف، يعني غير بشويه باه يوصل هذاك توصل هذيك لافارس للنص، يعني ما تجيكمش فارغه من بعد كي تاكلوا تلقاو في لي كوتي معمرين وفي النص فارغه، نو يعني روحوا معاها غير بشويه، حاجه سهله فريمون. ولا بوش هنايا ما مشاتليش حبيباتي، يعني جو بريفير ديروا هذاك لي بوش تاع لي ساشي، يعني ما ديروش تاع السيليكون هادو، ما باسكو تحصل ما تحبش تهبط لكم باش ما تعبكمش في الخدمه. وهذه هي البنات، نكمل نعمر الحبات معاكم، ومن بعد نروح نغلاسيهم بالشوكولا. وتاني حبيباتي نسيت حاجة باش نوله لكم بيها، لانوات كوكو يعني تنشف ليه ليه، مادا بيكم يعني تبلوها مليح بهذيك النسلي، يعني تكترو ما تخافوش منها، يعني ما راح تولي جارية ولا حاجة، نو يعني قد ما تكترو، بس من بعد كي تحشيو راح يزيد ينشف هذاك لانوات كوكو، يعني باه ديرو حسابكم وديرو يعني يجيكم كلش قد قد. ودركا حبيباتي راني نغلاسي في الحبة تاع السيجار نتاعي بالشوكولا، كنت ذوبتها يعني درت اكثر من 100 غرام، وزدت عليها مغرف ونص كبيره تاع الزيت باش نعطيكم هذيك لابريونس، ونكمل نغلاسي كامل الحبات. وتاني حبيباتي نسيت ما قلت لكمش شحال خرجتني من حبه، زوج يعني بزوج مغارف كبار تاع زبده، وبكدا دارت لي يعني بالضبط 25 حبه تاع لي سيجار. وتاني حبيباتي حاجه واحده اخرى، هذه لافارس ما درت لي من الحبات، يعني ما درتليش 25 حبه، دار واحد 12 حبه هكاك. وتاني حبيباتي يعني كي تحبوا ديروا هذه لافارس يعني خليوها ما تكوكو قبل، راح تولي لكم طريه بزاف وما توليش، يعني هذه استيوس من ديتها لكم، يعني تخليوا نهار من قبل، وقبل ما تحطوا يعني تقدموا الكاتو تاعكم، وتقدروا ديروها نورمال، باسكو كيما نعرفوا لا نوات كوكو يكون يعني في الكاتو راح يطريه شويه، يعني راح يطرى ما يبقاش كروستيونت. دوكا حبيباتي بعد ما كملت بلاصيت كامل هذوك الحبه تاع لي سيغار بالشوكولا ويكونوا نشفوا مليح، يعني هزيت غير واحده هكا بالفرشيطه، انا ما حبيتش نهزها بيديا باش ما ديرليش لا تخس في الشوكولا وتفسد الشكل تاعها، وانتم اذا حبيتوا يعني الاختيار نهز عليكم، انا ما حبيتش نهزها بيديا،
زيتهم بالفرشيطة، حطيت في لي كوتي شوكولا بالبانسو دهنتها، وبعدها بعدها حطيت فلانوات كوكو، يعني زينتها بلانوات كوكو. اذا تحبوا ديروا كاوكاو، يعني انا كما قلت لكم تعمدت نديرها لكم اقتصادية. دهنتهم بالبانسو في لي كوتي بالشوكولا، وزدت جوز الهند، يعني باه يلصق لكم جوز الهند برك. هذا ما كان وهذا هو حبيباتي الجاتو نتاعي بعد ما طاب وكنت ديكوريتو معكم، ويعني تزيين اختياري كما تحبوا ديروا. اتمنى ان شاء الله يكون عجبكم. شوفوا حنقسم معكم حبه باش تشوفوا كيفاش الجو من داخل، فريمون يهبل، يعني قد ما راح نهضر على البنه تاعو يعني ما راحش نسكت، فريمون بنين. شوفوا كيفاش ما تجيش كامل يابسه، تجي طريه محشيه فريمون هايله. تبعوا برك الطرق والمقادير، يعني تقيدوا بهم بالضبط، راح يجيكم